صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الربح، كصباح سلبس عليكم بخير، اموركم هانيه. كنتمنى كاملين تكونوا لاباس وعلى خير. اليوم رجعت لكم مع فيديو جديد. يلاه فايقه من النعاس البنات، دابا 7 ديال الصباح. المهم اليوم حاولت نفيق بكري، ضربتني الفيقه مع 6، وخا ما عمرتش التليفون مع 6 حتى ل7، مي فقت مع 6. كيف ما قلت لكم قطعت التليفون، عمر شعل التلفاز على 6، صافي فقت مع 6، بقيت فايقه. صافي يا البنات، هذا مكان كان ما قلت لكم عمار دير الضجيج، محسن صنع علينا، غادي نخرجوا عنده دابا بالهكا باش نمشيو معاه، هو اللي غادي يوصلنا. يلا الخوت دعوا معايا طريق السلامه، وتهلاو في ريوسكم، انا نكمل لكم فيديو هذا ان شاء الله في الطريق، تشوفوا المناظر في الطريق وداك الشيء، والله يدينا على خير ويجيبنا على خير ان شاء الله يا ربي. يلا السلام عليكم، حتى نكمل معكم ان شاء الله الفيديو. كنحماق عليكم، ما تنساوش اللي قلت لكم لي لايك وبارطاجيو الفيديو. مشونيش حتى لدابا، عرفتوا البنات وصلت مسخس خمسة مسخس من 10 حتى 4:30 عاد وصلنا، الحمد لله وصلنا على خير. ها عموره قالت نتفرجوا، عرفتي عينا حق الله العظيم، وراكم عارفين الصفر، وعمر قهرني كيبغيش يجلس تعذبنا الصراحه، ولكن الحمد لله غير ما كنجيو على خير الشاشيه ديال الشمال. المهم باش تعرفوا فين انا في باب برد، باب برد راه قريبه لتطوان وطنجة وداك الشي، راه كيعرفوها حتى هي، راه كيعرفوها الناس يعني. المهم هذا مكان، حيت شحال واحد تقول ليه باب برد تيقول لك فين جات هاد باب برد، الحوايج من مورانا طويتهم اللوستي
وهي دخلت تصايب لينا الحرشة الكوتي، جينا تغطينا تكينا شوية وخرجت مشيت على هذيك الوقفة اللي بقينا محبوسين. هذا ما كان الخوت كما شفتوا لا فيديو ديال اليوم، كان خفيف ظريف مع عتمة العيني كان خفيف ظريف، حتى ان شاء الله نصور لكم غدا شي حاجه شي لقطات ضروري ما غادي نصور لكم. هاد لا فيديو هذا وريتكم على مناظر زوينه في الطريق، حق الله غزاله 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 والله غير عمر مبرزتني والله.